قام وقف اعترض على كلام الشيخ. لا قال هذا الكلام مو صحيح، وشلون امرأة عراقية تغتصب في العراق وأنا رئيس العراق؟ هذا الكلام مو صحيح. المهم فندار على منقذ الفرعون قال له اسمع هذا كلامك كذب وانت قاعد تلفق إلي، أنا راح ألاحقك، أنا حي وأنا ميت، راح ألاحقك. إنه هذا الذي يقول إن لم يثبت فهو خصم صدر حكومة فرعون وأطارده بالليل وبالنهار من هنا ومن خارج هذا المكان، لأنه مو صدام حسين اللي يقبل تغتصب عراقية ويضرب بالسلطة. هاي مسألة يرفع رأسه وشارب دعاء العام ويقدم مطالعة ويقول وهنالك من قدم شكوى بالاغتصاب، ما يقول حصل اغتصاب ويقول جرائم، من يقول اغتصاب وجرائم معناها ومعرفة خصمني، أما يقول عراقية اغتصبت بزمن صدام حسين هذه يقف عليه والله. ثلاث أيام خمسة أيام تقريبا، يعني ما ذكر تاريخ بالضبط أنا. لا جاءنا الخبر أنه تم قتل شقيق القاضي منقذ الفرعون اللي هو الشيخ عماد الفرعون، تم قتله.